ازاي الساحه دي بتطلع ابطال على مستوى العالم؟ الشارع مش الساحه. الشارع ازاي؟ انا بتمرن ازاي يا جماعه؟ الناس اللي بياخدوا اللي بيدخلوا الاولمبيات والبطولات العالميه والافريقيه دول بيقعدوا يتدربوا في صالات مغلقه وتكييف واوزان ودقه ويقيسوا الضغط الجوي ودرجه الحراره وتمرين 3 تمرينات في اليوم مثلا الصبح والظهر. ما دول اسمهم عفاريت الاسفلت. اي والله عفاريت الاسفلت. اه والله عفاريت اسكندريه. على راي الوزير بيقول لي انت بتتمرن على قمه الترميه؟ قلت له ما احنا الليله الكبيره يا عم. اي والله الليله الكبيره يا عم. اي وبعدين دي في حق مصر. ايوه لحظه واحده استنى. اولا الكيس ده عم رمضان طبعا ميداليات يا استاذه يا عم رمضان يعني يا ريت عنده فلوس قد ما عنده ميداليات. ايوه بص يعني ده حبه ده حبه منهم ده العالم كله يا ما شاء الله يا ما شاء الله. اي دوله في العالم فرنسا كندا بلغاريا روسيا دول يعني دول مش انت عنده ميداليات كتير انت ما بتعرفش تحطهم فين اصلا. ما فين مكانهم. طب ما تساعدوني يا اولاد اخد دول عايزين اصلا اتفضلوا يا جماعه ده كله انا عايز احطهم في حجري واشوف. العالم كله ده غير بقى اللي سرقوا يعني وانا اللي سرقوا. ايه يا اولاد معايا اقروا يا اولاد كل واحد يقرا حاجه. استاذه منى ايوه اول عالم كبار 14 سنة. اول عالم في كندا في كبار اللي ما يعرفش ايه يقول ده ده حاجات كده. وانت يا كابتن رمضان مفيش ما تعمل لهمش كده. ما انا زعلان ما تحطهم معلقهم على الحيطه يا كابتن. ما لا مؤاخذه مع احترامي الالعاب الثانيه مش عايزين نذكر اللي هي مشهوره في مصر لعب افريقيا بيبقى عربيه وقصر وبتاع احنا كل ما بنكسب وننجح بنتقلب عدو. طيب